بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات وهلا جينا الكعبة الشريفة، وصلنا الكعبة الشريفة، وهاي الأمر اليوم روح المرحوم شايع بن أحمد بن غرامي، شايع بن أحمد بن غرامي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، اللهم ارسل إليه، اللهم أوصلها إليه، واجعلها نورا تتلأ بين يديه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا الله، يا ودود، يا ذي العرش المجيد، يا فعال المريض، ارحمه وارحم عبادك الصالحين. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم بلغ ترابه ويسر حسابه يا رب العالمين، اللهم استعمل مدخله يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت ظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا رب، اللهم زد في حسناته يا رب العالمين، اللهم أبدله دار خير من داره، وأهلا من خير أهله، وزوجه خير من زوجه يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم زد في حسناته يا رب العالمين، اللهم تزاد اللهم عن سيئاته يا رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك من وأنت أرحم الراحمين. اللهم بر أولاده وبناته يا رب العالمين، اللهم بر أمور أولاده يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك العالمين، اللهم رب الناس، اشهد البأس أنت الشافي، لا شفاء لشفائك، شفاء من عقد سخمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفي مرضانا ومرضى أولاده يا رب العالمين، ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك الظالمين. اللهم اغسله بماء الثلج والبرد، اللهم اغسله بماء الثلج والبرد، ونقيهم الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. لا حول ولا قوة إلا بالعظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.